كابتن سلطان اللحياني، السؤال الأول، فنيا كيف يفوز الهلال؟ ذكرتها في نقاط، بداية البدء بالتشكيل المناسب، وبرأيي المباراة الماضية كان الهلال أفضل تشكيل، والأسلوب الأنسب اللي يعتمد عليه الهلال في المباراة الماضية الضغط العكسي اللي كان واضح فيه. النقطة الثانية إغلاق زوايا التمرير في الوسط، وهذا بترابط خطوط الوسط، والأهم إغلاقها على مفاتيح لعب النصر، نتكلم عن تاريسكا اللي يستلم في العمق، وحتى مشاريبوف وعبد الفتاح، تجنب منح النصر الكرات الثابتة القريبة، لأن النصر مميز في هذه الكرات، والهلال نقطة ضعف الكرات العرضية الرأسية، فتجنب عمل هذه الكرات في ملعب فريق الهلال. النقطة الرابعة البناء المباشر، وهذا ما شاهدناه في المباراة الماضية، لأنك أمام فريق حيكون مترابط، أمام فريق حيكون بمركزية دفاع متقدمة، أمام فريق ينتظر منك خطأ في عملية أي تمرير في البناء، فبالتالي اللعب المباشر يمنح لك فرصة أكبر بالوصول لملعب فريق النصر. النقطة الأهم والأخيرة، طلب الكرة في المساحة خلف خط الدفاع وخاصة الأطراف، عند نادي الهلال أكثر من لاعب مميز في هذه النقطة، وأعتقد مباراة كبيرة حتكون لماريجا، لأنها في الجهة اللي فيها نقطة ضعف فريق النصر، ففي بهذه النقاط برأيي الهلال حتكون لها الأفضلية. والأهم زي ما ذكرنا أنه قوة فريق النصر اللي يتفوق فيها على فريق الهلال الكرات العرضية والرأسية، فعمل أي أخطاء في ملعبك لمثل هذه الكرات، أو حتى على الكرات الركنية التغطية فيها، النصر عنده أكثر من لاعب مميز في هذه الكرات الرأسية، تكلم عن العمري وحتى تاريسكا وحتى مادو وحتى حمد الله. النقطة الأهم كذلك طلب الكرة في المساحة، فبالتأكيد حيكون دفاع النصر مترابط بمركزية دفاع متقدمة، لعب الكرة في المساحة زي ما شفنا المباراة الماضية مع الهلال ضد بيروزي، الهدف الأول كان بكرة طولية من كنو لسالم، كذلك حتى قدرة كبيرة لماريكا في طلب في المساحة، لأن طلب الكرة في القدم حتكون تحت ضغط عالي من وسط فريق النصر، هامش الخطأ وقطعها حيكون كبير، وبالتالي التحول الهجومي اللي يتميز بها النصر، وخاصة لما تكون أنت في عملية بناء حتكون خطوطك متقدمة والمساحات حتكون خلفك بشكل كبير، وهذا ما استفاد منه فريق النصر في المباراة الماضية. طبعاً تلاقي كل جمهور الهلال الآن ودهم بكرة تكون ليلة زرقاء.